بسم الله أبو الابن وروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا كنا بنتكلم في سلسلة جميلة اللي هي سلسلة ثمار الروح القدس. كنا وصلنا مع بعض، خلصنا المرة اللي فاتت السلسلة اللي قصدي الثمرة الخمسة، وكانت الثمرة الخمسة اللي هي اللطف. الحياة الثمرة السادسة اللي هي الصلاح. وأول ما جت قدامي الثمرة ديت على طول افتكرت الشاب اللي جه وسجد قدام السيد المسيح وقال له: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ وهنا السيد المسيح حب يختبر إيمان الشاب ده، أو يعرف هو عارف السيد المسيح ده مين ولا مش عارفه. فقال له: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالح إلا الله، إلا الله وحده. فأنا لما نيجي نتكلم عن ثمرة اسمها ثمرة الصلاح، الصلاح ده من طبيعة ربنا. ازاي انا هنتكلم على ثمرة الصلاح فينا احنا كبشر؟ الحياة السيد المسيح في الموعظة على الجبل قال حاجة جميلة قوي، قال: الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح. يعني اذن السيد المسيح في الوقت اللي قال ليس أحد صالح إلا الله وحده، قال الإنسان ممكن يعني يتمثل بربنا وياخد من صلاح ربنا ويبقى الإنسان ده صالح. عشان كده لما نيجي لثمرة الصلاح في ثمرة من ثمار الروح القدس نقول: طب ما هو ده شيء مش غريب، ربنا أعطاني نعمة الروح القدس وملاني من نعمة روحه، يبقى وضع طبيعي ما دام أنا مليان من روحه يبقى تظهر في حاجات مرتبطة بيه هو، أو بمعنى آخر حاجات مفروض نور فيه هو، ولان انا اتمليت من روحه ظهرت فيه. فلما نيجي ليها كثمرة سادسة زي ما قال معلمنا بولس الرسول في غلاطية 5:22، زي ما قلت لك هي صفة من صفات ربنا. وعشان كده داود النبي زمان في المزمور يقول: ذكر كثرت صلاحك يبدون وبعدلك يرنمون. وبالتالي تلاقي معلمنا بولس الرسول مرة تانية في أفسس يقول: لأن ثمر الروح هو في كل صلاح. يعني ممكن الروح القدس يدي لك صلاح زي ما أنت عايز، أي مستوى من الصلاح أنت عايز تاخده ممكن تاخده. وكلمة الصلاح في الإنجليزي اللي هي جودنس. والصلاح ممكن نبص له من ناحيتين، ممكن نبص له ناحية سلبية، ان انا ما بنعملش اي حاجة غلط، يعني بنرفض الكذب او الكلام بعدم امانة او بكلام مش لايق. عشان كده ممكن الصلاح يكون صلاح سلبي، أو بمعنى تاني إن أنا ما بنقولش حاجة غلط. ممكن الصلاح يبقى صلاح إيجابي، بمعنى إن يبقى حاجة مميزة لحياتي وظاهرة في حياتي. عشان كده سليمان الحكوم في سفر الجامعة يقول إيه؟ الصلاح في يوم الخير، اللي هو الصلاح يعني كن بخير
فرحا. وفي نفس الوقت يرجع يقول: وذا الذي رأيته أنا خيرا، يعني صلاحا، الذي هو حسن أن يأكل الإنسان ويشرب ويرى خيرا من كل تعب. هو الخير هنا كلمة هي نفس كلمة الصلاح، فممكن تبقى معنى الصلاح هنا إن واحد حياته يعني مزدهرة وحياته ناجحة وحياته متقدمة. ممكن تاني الصلاح معناها إنسان ناجح وبيكسب حاجات كتير، زي برضو سفر الجامعة يقول: لن أتعب أنا وأحرم نفسي الخير. وفي سفر الجامعة قصدي في سفر نحمي يقول: فاذكرني يا إلهي بالخير. كل ده برضو ممكن يبقى الصلاح ده هو عبارة عن كرم ربنا ومحبة ربنا ليا. عشان كده يقول نحمية: وهم لم يعبدون في مملكتهم وفي خيرك، اللي هو يعني your goodness يعني صلاحك، الكثير الذي أعطيتهم، وفي الأرض الواسعة السعيدة التي جعلتها أمامهم. يعني يا رب أنت أعطيتهم خير كتير وأعطيتهم صلاح كتير من صلاحك في كل البركات اللي هم عايشين فيها. عموما زي ما احنا شايفين كده ان الصلاح هنا واخد معاني الخير ومعاني الناحية الإيجابية. ولما نيجي للصلاح في العهد الجديد نلاقي معلمنا بولس الرسول في رسالته الثانية للتسالونيكي يصلي من أجلهم ويقول لهم إيه: يعذي قلوبكم ويثبتكم في كل كلام وعمل صالح. يعني يا جماعة أنا نفسي نشوفكم كلامكم يبقى صالح والعمل بتاعكم يبقى عمل صالح. ويرجع تاني في أفس يقول لهم إيه: إن ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق. ويرجع في روميا تاني يقول لهم: أنا نفسي أيضا متيقن من جهاتكم يا إخوتي أنكم مشحونون صلاحا وملؤون كل علم، قادرون أن ينذر بعضكم بعضا. يعني أنتوا ناس صالحين بدرجة أنكم أنتوا تعرفوا وتساعدوا بعض، ويعرفوا كل واحد يعني إيه يساعد التاني أنه يمشي مظبوط. عشان كده في كلمة الصلاح عموما احنا زي ما شفناها الانسان الصالح هو الانسان اللي بيرفض الخطية وبيمشي في طريق الخير، او بيمشي في الطريق اللي يمجد ربنا، أو يعمل الصلاح اللي يرضي ربنا ويتكلم بالصالح اللي يرضي ربنا. عشان كده يوحنا في سفره يقول: لأنه يجازي كل واحد كما يكون عمله صالحا أو طالحا، في رؤية 22:12. وهنا الصلاح معناه الكرم اللي ربنا بيديه للإنسان، بحيث ان ربنا في محبته ان ربنا المحب اللي مش هينسى كأس ماء بارد، لان ده عمل صلاح معمول من اجل الخير ومن اجل احتياج الاخرين. وربنا ليس بظالم حتى ينسى تعب المحب. عموما احنا دلوقتي لما نبص على موضوع الصلاح ده هو نقول: طيب انا دلوقتي لو انا عايز نتملى من الصلاح بتاع ربنا ونعيش كإنسان
يعني فعلا عايش الصلاح اللي يخليني فعلا سالك في خوف ربنا وفي طريق ربنا باستمرار. نبص نلاقي ان انا عشان نقتني الصلاح ده هو وهي صفة من صفات ربنا، لازم الانسان ده يبقى له علاقة بربنا، لازم الانسان يقعد مع ربنا كثير ويبقى فيه عشرة بينه وبين ربنا. وبالتالي كل ما يبقى الانسان قريب من ربنا هيبقى بالتالي انسان بيتعلم وياخد من طبيعة ربنا، ويبقى الصلاح في حياته زي ما بنقول كده في رسالة معلمنا بولس الرسول في ليمون، يقول له لكي تكون شركة إيمانك فعالة في معرفة كل الصلاح الذي فيكم لأجل المسيح يسوع. يعني هنا عنده إيمان، والإيمان هنا في علاقته بربنا خلته إيه؟ خلته وصل لأنه بدأ يعيش في حالة الصلاح. وعشان كده تلاقي بولس بيصلي باستمرار عشان ربنا يكمل الصلاح في حياة ولاده، فيقول كده نصلي أيضا كل حين من جهتكم أن يؤهلكم إلهنا للدعوة ويكمل كل مسارة الصلاح وعمل الإيمان بقوة. في تسالونيك الثانية إصحاح الأولاني، يعني معلمنا بولس الرسول بيصلي من أجل أولاده عشان ربنا يعمل إيه؟ يديهم الكمال بتاع الصلاح ويديهم الفرح اللي يعيشوا فيه. عشان كده الكتاب بيقول لنا إيه في إنجيل متى؟ ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل إيه؟ ملكوت السماوات، لكن اللي يعمل إرادة الآب السماوي هو ده الإنسان اللي يقدر يدخل السماء. عشان كده لو أنا عايز نعيش الصلاح في حاجات مهمة جدا تبقى واضحة في حياتي. أول حاجة نقاوة القلب. الإنسان اللي عايز يعيش الصلاح لازم يبقى إنسان عنده قلب نقي، يعني نقي من كل خطية بكل نوع، والنقاوة الكاملة من كل الخطايا بكل صورها وكل فكرها وكل يعني أي تطورات ليها. عشان كده في التطوبات يقول إيه؟ طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. وبالتالي لما دخل الاثنين الهيكل الفريسي والعشار، واحد قال له أنا يعني ليس من الظالمين والخاطفين والزناة، أنا مظبوط 100%، والتاني قال له ربنا اللهم ارحمني أنا الخاطي، ده طلع مقبول وده طلع مرفوض. عشان كده درجة النقاوة اللي احنا بنوصل لها هي ازاي أنا بنوصل لها لما بنعيش بعيد عن الخطية وبنتمسك بحياتي في المسيح. وبالتالي أول حاجة في نقاوة القلب مبقاش في خطية متسلطة عليا. وعشان كده وقف السيد المسيح أثناء محاكمته قال لهم إيه؟ من منكم يبكتني على إيه؟ على خطية. وعشان كده قدر يقول رئيس هذا العالم آتي يأتي وليس له في إيه؟ ملوش في حاجة. وبالتالي الشيطان ما قدرش يوصل لأي حاجة في تعامله مع السيد المسيح. تاني حاجة بجانب إن أنا نقاوة القلب معناها مفيش خطية، نقاوة القلب الكاملة معناها إن أنا بنكره الخطية بالكامل. وأهم حاجة من كده إن دي حاجة من جوه مش مجرد حاجة مظهرية. وبالتالي لو الواحد كده يعني
بيجاهد في النقاوة يبقى الهدف بتاعه مش هيوصل للنقاوة إلا لو كره الخطية بالكامل وأصر إن هو ما يتعاملش معاه. في نفس الوقت النقاوة داخلية، لأن زي ما السيد المسيح قال إحنا مش عايزين ننقي الكاس من الخارج، من الداخل إيه يبقى كله أي حاجة. وبالتالي تبص تلاقي إن إحنا لازم يبقى القلب نقي من جوه، لأن بعد كده نقاوة القلب الداخلية هي اللي هتتحكم في حاجات تانية. لأن زي ما قال السيد المسيح من فضلة القلب يتكلم اللسان، يبقى أنا هنا نقاوة القلب لازم تبقى نقاوة كاملة. نقاوة القلب معناها إن أنا كرهت الخطية بالكامل، نقاوة القلب معناها إن أنا بنقي من الداخل، مش موضوع إن أنا إيه مظهر ولا شكل ولا حاجة من بره. مهم أعرف نقاوة القلب، الأفكار اللي شغلة قلبي والأحلام اللي جوه قلبي، يا ترى إيه الحاجات اللي شغلاني. عشان كده مهم جدا إن أنا نبقى قلبي مشغول بإيه، لأن زي ما قال السيد المسيح الإنسان الصالح من كنز قلبي الصالح يخرج الإيه الصلاح. الإنسان صالح يبقى كل اللي جواه، كل اللي جوا قلبه صلاح. لكن إنسان شرير يبقى كل اللي جوا قلبه إيه شرور. عشان كده مهم قوي إن أنا باستمرار عشان يبقى عندي نقاوة القلب من الأفكار والأحلام والحاجات اللي ممكن تشغل قلبي في الحياة الأرضية، إن أنا إيه إن أنا باستمرار نسعى أننا نتخلص من أي فكر ما يلقش، لكن قلبي يبقى مشغول بإيه؟ قلب الصالح. لازم يبقى قلبي مشغول بأفكار لا صلاح، وبالتالي في الحالة دي يبقى القلب إيه؟ نقي. من مقاييس القلب برضو النقي إن يبقى ملوش دعوة بالحاجات الأباطيل اللي في العالم والحاجات الأرضية باستمرار. عشان كده زي ما علموا علمنا بولس الرسول غير ناظرين للأمور التي ترى، لأن الأمور التي ترى وقتية، أما الأمور التي لا ترى فهي إيه؟ فهي أبدية. فأنا باستمرار حاجات اللي أنا شايفها ما نجريش وراها، ما تشدنيش بعيد عن ربنا. ونقول مع داود النبي أما أنا فخير لي الالتصاق بالرب. أنا أهم حاجة بمسك في ربنا ومرتبط بربنا. ولازم نفتكر كويس قوي ان الانسان يا اما يهتم فيما هو للعالم يا اما يهتم فيما هو ايه لله. وبالتالي يبقى هنا الانسان باستمرار لازم يبقى بيفكر في نقاوة القلب، انه ما يتشغلش بالاباطيل، لان زي ما قال السيد المسيح الإنسان ما يقدرش يخدم إيه؟ يخدم سيدين، يا إما يحب واحد أو يكره الآخر. فمش معقول وأنا بنجاهد عشان نعيش حياة الصلاح فبنسعى أن قلبي يكون نقي، فقلب النقي ده ما يخدمش سيدين لكن يخدم سيد واحد وهو السيد المسيح. وزي ما بيقول معلمنا بولس الرسول أريد أن تكونوا بلا هم، يعني يا جماعة مش عايزكم تبقوا ايه مهمومين بالحاجات الارضيه، لان دي الاباطيل اللي ممكن تشد القلب. برضو من مقاييس نقاوه القلب ان انا نبقى عايش في حياه القداسه الكامله، وهو ده الهدف بتاعي. يعني قلب كده عبارة عن بيفكر باستمرار، ربنا بيقول كونوا قديسين كونوا كاملين، يبقى ده الحاجة اللي شغلة قلبي باستمرار. فدي نقاوة القلب، ودي أول حاجة عشان نوصل للصلاح. تاني حاجة عشان نعيش أو نوصل لثمرة صلاح، إن أبقى عندي محبة عمل الخير والكل، ونحب الخير للكل ونحب نعمل خير لكل الناس. يعني الإنسان اللي عايش صلاح يبقى يحس باستمرار
انه بيفرح بالخير لكل الناس وفي نفس الوقت يعمل الخير لكل الناس. عشان كده الانسان اللي بيحب ربنا يبقى كل اللي شغله وكل الحاجة اللي في قلبه انه يتمنى الخير لكل الناس، يصلي من اجل كل الناس، يعمل الخير لكل الناس لو اي فرصة تجيله. لانه طبعا لو عمل غير كده مش هيقدر يوصل لايه؟ مش هيقدر يوصل للصلاح، لان مفيش شركة بين الظلمة والنور. الانسان اللي ماشي في سكة الصلاح انسان يبقى كل اللي في قلبه هو ايه؟ هو عمل الخير بكل وسيلة ممكنة، بحيث زي ما قال معلمنا بولس الرسول، يا جماعة خدوا بالكم ان الجسد بيشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، لكن خليكم دايما اسمعوا كلام الروح ومشوا في طريق الخير واطلبوا الخير لكل الناس وقدموا الخير لكل الناس. وافتكروا زي ما قال السيد المسيح، احبوا اعدائكم باركوا لعانيكم صلوا لاجل الذين يسوؤون اليكم ويضطهدون. كان في اب راهب قديس كان اسمه هنا سمعان السرياني، قصة جميلة قوي عنه ازاي انسان كان محب للخير وبيقدم الخير لكل الناس. الانسان ده يعني كان واحد كده يعني كانوا مش مظبوطين قوي، كان واحد اجتمعوا وقال لك ايه، نروح يعني نتسلى على ابونا سمعان ده ونقول له جايين لك عايزين نسألك شوية اسئلة روحية ونضحك عليه ونسرق كل حاجة عنده في القلاية. فراحوا وخبطوا على الباب، ابونا سمعان فتح لهم، اهلا وسهلا اتفضلوا. قالوا يا ابونا احنا جايين عشان عندنا شوية اسئلة عن حاجات روحية عايزينك نسألها لك. قال لهم قوي تحت امرك يا ولادي، بس احنا لازم اول حاجة نعملها لكم ان تسمحوا لي ان انا نغسل رجليك. وراح جاب مية دافية في حاجة كبيرة كده وفوطة وقعد تحت رجلين كل واحد فيهم ايه يغسل رجليه. وبعد ما غسل رجليهم قال لهم احنا من عادتنا لازم نقدم لقمة الاول لأي حد يجي لنا، لان احنا عارفين انتوا جايين من مسافات بعيدة فلازم تاكلوا ايه، لازم تاكلوا لقمة الاول. فقدم لهم لقمة وقعدوا ياكلوا، وهم بياكلوا بصوا لبعض كده وتعجبوا جدا ايه الحب عند الراجل ده وايه يعني التواضع والعطاء والخير اللي موجود في قلبه. فبعد ما كانوا رايحين بكل الشر اللي هم رايحين بيه بصوا لبعض واتكسفوا وبصوا في الارض وقالوا له يا ابونا سامحنا لان احنا كنا جايين وناويين نعمل كذا وكذا وكذا، فعايزينك تصلي لنا وتسامحنا. وفعلا ابونا صلى لهم وصرفهم والناس دول ما عملوش حاجه ولا وقعوا ولا غلطوا في حاجه في ابونا. ليه؟ لان ابونا كان عنده محبه للخير وبيقدم الخير لكل الناس. وبرضو كلنا فاكرين القصه بتاعه المعلم ابراهيم الجوهري لما كان في يوم من الايام اخوه المعلم جرجس الجوهري كان بيشتكي من الشارع من حد معين في شارع كل ما بيعدي عليه بيطلع يحذفه بالطوب ويشتمه وحاجات زي كده. فراح اشتكى المعلم ابراهيم الجوهري وقال لك ايه، المعلم ابراهيم الجوهري بقى بسلطانه وبشطارته لازم هيقبض عليهم ويحطهم في السجن ويعمل فيهم ويخلي فيهم. المعلم ابراهيم الجوهري خد العنوان وراح جاب واحد من اللي بيشتغلوا عنده وخلاه عمل اشترى كمية أكل كبيرة أوي وراح وداها إيه؟ وداها للناس دول وقال لهم بقى من قال لهم المعلم جرجس الجوهري بعت لكم الحاجات دي. فبعد كده المعلم جرجس يعدي في الشارع
الناس ترحب بيه وتحييه ويعني يبقوا فرحانين بيه. فالراجل يعني ايه جرجس راح المعلم برنجو قال انت عملت فيهم ايه؟ دول ناس اتغيروا بالكامل، قبل كده كانوا حاجه ودلوقتي بقى حاجه تاني. يعني وحاول ان هو يعرف منه هو عمل ايه. والحياه المعلم ابراهيم جوهري لا ضرب ولا خبط ولا خد ولا وده ولا جاب ولا وده، الحكايه كلها ان هو ايه عمل خير. عشان كده عمل الخير دايما جميل قوي في ان هو بيساعد جدا ان الواحد يعيش في الصلاح ويخلي اللي قدامه يقف عن الشر اللي هو عايز يعمله. كلنا عارفين واحد زي يوليوس الأقفاصي، يوليوس الأقفاصي اللي هو كاتب سير الشهداء، كان بيروح مع الشهداء في كل مكان، ولما يستشهدهم كان يروح ياخد أجسادهم وبعد كده ياخد قصة حياتهم ويروح يكتب القصة ويحتفظ بيها. واستمر يوليوس الأقفاصي يعمل كده لغاية هو كمان ما استشهد في الآخر، وانتهى الموقف بأن الراجل تنو يعمل خير وحافظ الكنيسة على سير الشهداء وعلى أجسادهم وعرفاتهم في الوقت اللي ما كانش حد واخد باله من الخدمة دي خالص. فالإنسان اللي بيعمل خير باستمرار يبقى هو إنسان ماشي في طريق الصلاح. زي مثلاً معاملات داود النبي مع شاول، كلنا عارفين لما داود اترسم أو اتحط ملك على بني إسرائيل وشاول اتشال، أو يعني فارق روح الله شاول، وبدأ شاول تبغته روح شرير، وهنا بدأ على طول داود كان هو اللي بيروح ويضرب له موسيقى وحاجات زي كده، أو يقول له يعني مزمور ولا حاجة بلح. وكانت النتيجة في الآخر إن شاول بدأ يبقى إيه، يبقى إنسان بيرتاح جدا لما داود النبي إيه يروح يضرب له العود، ولا يعني قصدي يعمل له موسيقى بأي طريقة كانت في وقتها، ما نعرفش كان وقتها بيعملوها إزاي. المهم في الآخر قد ايه شاول كان بيطارد داود عشان يقتله، وقد ايه الفرص اللي جت قدام داود عشان يقتل شاول، وداود يقول كيف امد يدي على مسيح رب. انسان بيعمل خير باستمرار ما يقدرش ان هو ايه يعمل غير خير. وممكن الانسان اللي بيعمل الخير ده هو إنسان تبقى الخير ده نابع من جوه إيه؟ من جوه قلبه. وبرضه من القصص الجميلة اللي بيذكرها تاريخ الكنيسة إن في أيام قسطنطين الملك وهو كان أول إمبراطور مسيحي، الأنبا بخوميس كان جندي من ضمن الجنود اللي دخلوا في القصر في مدينة واتحبسوا في السجن. وبعدين بالليل جم ناس من البلد ومعاهم صواني أكل ودخلوا في السجن وقدموا لهم الأكل ده. ولما شاف الأنبا بخوميس اللي عملوه معاهم سأل الناس دول يعني ايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ قالوا له اصل الناس دول مسيحيين والمسيح بتاعهم بيعلمهم كده وبيقول لهم ان ده طريق السماء، ان جاء عدوك فطعمه، وطريق السماء لان انا كنت جوعان فاطعمتموني. عشان كده يبقى الحكايه بالنسبه لك لما طلع بعد كده انبا بخوميس بدأ يدور مين المسيح وإيه المسيحية. وكلنا عارفين بعد كده الأنبا بخوميس بقى إيه، بقى أب الشركة أو اللي أسس الشركة
في أو حياة الشركة في الرهبنة اللي هي ما زالت ماشية لغاية دلوقتي. يبقى نقاوة القلب. الحاجة التانية إيه؟ الحاجة التانية محبة عمل الخير باستمرار. الحاجة التالتة الكرم والسخاء في العطاء. مش كفاية ان انت تكون بتدي، لكن عشان تبقى انت فعلا عايش في الصلاح يبقى لازم توصل لانك انت تدي، لان ربنا الصالح يعطي الجميع بسخاء ولا يعير زي ما قال معلمنا عوب الرسول. وبالتالي يبقى هو شغلة ربنا او قصد ربنا ان هو يعمل اعمال صالحة، ان احنا نعمل اعمال صالحة. وزي ما قال كده ان ربنا يعني بولس الرسول بيتكلم مرات كتيرة في وصايا زي تلميذ تيموثاوس من جهة الأغنياء، بيقول له إيه عنهم؟ أن يكونوا أغنياء في أعمال صالحة. أغنياء في أعمال صالحة الجزء الأول اللي احنا اتكلمنا عنه. تاني حاجة أن يكونوا أسخياء في العطاء، كرماء في التوزيع. أسخياء في العطاء بيوزعوا باستمرار علشان يبقى هو ده الإيه؟ الترند بتاعهم، وده يبقى علامة صلاح عندهم. يبقى هنا الكرم والسخاء في العطاء باستمرار. عشان كده مش كفاية اننا ندي العشور، لكن زي ما الكتاب المقدس بيوصينا وزي ما قال السيد المسيح ان لم يزد بركم على الكثرة والفريسين لا تدخلوا ملكوت السماوات. وفي نفس الوقت لما الكتاب المقدس بيحكي لنا عن أرون اليابوسي لما حب داود الملك انه يشتري منه بيضاره علشان يبني مذبح لربنا، ففرح أرون اليابوسي وقال لداود ايه؟ عايز تتبرع بالبيضة الزهر وكل اللي فيه. فداود قال يأخذ سيد الملك ويصعد ما يحسن في عينيه، انظر البقر المحرقة والنوارج وأدوات البقر حطبا، يعني انت تخصم الأرض وتصار زي ما انت عايز. فيعني داود النبي بيقول له بل أشتري منك بثمن ولا أصعد للرب ولا أصعد للرب إلهي محرقات مجانية. شايفين جمال داود؟ قلب داود ده جميل قوي. يعني بيقول أنا ما نقدرش نقدم لربنا يعني زبايح كده سفلقة، يعني أنا لازم ندفع ثمن الأرض دي. ولما برضو نفتكر قصة أبونا إبراهيم لما جاله الثلاث رجالة و راح لسارة وقال لها اعمل لهم اكل بسرعة ثلاث كيلات دقيق ومش اعمل لنا خبز ملة. وبعد كده طلع يجري ابراهيم وجاب عجل رخص واعطاه للغلام وخل له يذبحه ويعمله يشويه ولا بتاع. المهم يعني الثلاث رجال دول ايه يعني هياكلوا ثلاث كيلات دقيق وهياكلوا عجل بالكامل وزبده ولبن وبتاع، كل الكرم ده بتاع ابونا ابراهيم. لكن ده علامه الكرم في الايه؟ والسخاء في العطاء. عشان كده احنا مش ممكن كمان ننسى القديس العظيم الانبا ابراهام اللي هو قديس العصر اللي احنا بنحتفل بيه في شهر يونيو اليومين دول. ازاي انه تناهى في الكرم والسخاء والعطاء بحيث ان هو كان بيدي كل اللي عنده وكان ساعات يبقى ما عندوش حاجة خالص، لكن عمره ما كان يشكي الضيق ولا الاحتياج.
لكن كان أهم حاجة عنده إنه إيه؟ إن يدي. وكان يقول لك باستمرار: إحنا لا حزن ولا عزن. وكلنا عارفين القصة اللي لما جاله واحد وكان محتاج فراح عطاله كل اللي عنده، كان أظن 10 جنيه ولا حاجة زي كده. فلما عطاله جنيه راح الوكيل بتاع الأنبا برام قال له: معلش سيدنا ده ساعات يعمل حاجات كده ما بياخدش باله منها، زي كبر ولا حاجة. فراح وراه الراجل وعطاله ريال وخد منه الجنيه. ولما رجع في سيدنا قال له: انت عملت ايه؟ قال له: مفيش حاجة يا سيدنا. قال له: لا، وانت عملت كذا. فالراجل اتكسف قال له: روح ادي الجنيه للراجل وخد الريال بتاعه ونشوف ربنا هيعمل ايه. يا دوب هو عمل كده وبس لقى الواحد جايب مش عارف كمية حاجات وفلوس، جايب 10 جنيه تبرع. يعني الحكاية إن ربنا مش ممكن ينسى السخاء في العطاء بالنسبة لأي واحد فينا. في نفس الوقت السخاء في العطاء مش في الكمية، لكن في القلب اللي أنا بندي بيه، وإزاي أنا بندي الحكاية دي بحب. عشان كده لما نبص على الأرملة بتاعت صرف الصيدة في أيام المجاعة، لما جالها إليه أقول لها: اعملي لي أنا كحكة الأول. صوروا يعني لو واحد جه في وقت مجاعة وما حد ما عندوش يعني غير إيه، غير يعني شوية دي صغيرين وشوية زيت، يا دوب يعمل حاجة لابنه ولا لنفسه ولا بتاع، ويجي إن شاء الله مين كده يقول له: اعمل لي الأول. يقول لك: يا راجل ده أناني، فكرش غير في نفسه، ونعمله الأول بعد كده نموت. مش ده اللي كان أي واحد يقوله. لكن طبعا هنا اللي هي كان بيقول: اعملي وبعد كده هتعمل نفسك ولابنك. والست خدت كلامه بإيمان، زي بالظبط نفس الست اللي أعطت الفلسين وبص السيد المسيح عليها وقال لها إيه، إن الست دي أعطت أكتر من كل الناس. ليه يا رب دي ما أعطتش ده أقل واحدة في العطاء؟ قال: لا، لأنها أعطت من إيه؟ من أعوازها. فالعطاء هنا مش مسألة الكم بتاعه السخاء بس، لكن في نفس الوقت الروح اللي أنا بنقدم بيها. يعني لما نيجي لواحد زي الأنبا أنطونيوس ونلاقيه مثلا يدخل كنيسة ويسمع كلمة إن أردت أن تكون كاملا، ويروح يبيع كل حاجة ويطلع عشان يعيش حياته مع المسيح في وقت ما كانش فيه رهبانة ولا فيه حاجة في الوقت ده، كل دي روح العطاء اللي بتدل على قد إيه الناس دول ما كانش مجرد سخاء، لكن ده كان عطاء بقلب عجيب جدا وبروح عجيبة جدا. عشان كده نلاقي في الكتاب المقدس إن في الفرح الشعب في أيام بنى الهيكل، ويقول الكتاب المقدس: فرح الشعب بانتدابهم لأنهم بقلب كامل انتدبوا للرب، يعني دفعوا بإرادتهم. وداود الملك فرح فرح عظيم وبارك ربنا في الجماعة وقال: ولكن من أنا ومن هو شعبي حتى نستطيع أن ننتدب هكذا؟ لأن منك الجميع ومن يدك أعطيناك. كل حاجة يا رب منك، واحنا ما جبناش حاجة من عندنا، ده كله من إيدك. مهم قوي قوي إن اللي بيدي ضرورة يدي بسخاء، ويدي من قلبه، يدي بفرح، لأن ده موضوع مهم قوي. من الأنبا سلمونا بطرح الأسقف الشهير بتاع المنوفية يدي مثال جميل قوي للعطاء بسخاء وبفرح بدون ما يطلب منه أي حاجة. يعني بيقولوا إنه كان بيلبس طرحة سودة أو شال أسود كده يلف راسه ويغطيها كويس،
يا دوب ما يبقاش باين غير عينيه عشان ما حدش من الناس ايه يعرفه، ويدور يوزع بايديه البيوت الفقراء اللي محتاجه والايتام والارامل والناس المستوره. وبالطريقه دي كان ده الموضوع المفرح بالنسبه له في الخدمه، لان هو كان بيعطي ايه؟ بيعطي بسرور. في نفس الوقت السخاء في العطاء لما بيوصل قمته لما الانسان يعمل ايه؟ يبذل ذاته. وهنا ده اللي السيد المسيح قال عنه كتير او اتكلم عنه كتير، وقال يا جماعه من اراد ان ياتي ورائي فيحمل صليبه كل يوم وايه؟ ويتبعني. وقال يا جماعه انا عايز اقول لكم ان انتوا مستوى العطاء مش مادي، لكن مستوى العطاء هنا زي ما قال اكتر من مره، من يبذل ذاته من اجل ايه؟ من اجل الانجيل يجدها. يبقى هنا عطاء لدرجه بذل الذات. العطاء برضو يوصل السخاء فيه انه يبقى فيه حب واتضاع وسرور وبذل ذات، وبالتالي يطلع ممتزج بالايه؟ ممتزج بالزهد. وبالتالي يبقى المال ملوش مكانه في قلب الواحد، وفي زهد للحاجات الارضيه. في نفس الوقت محبه العطاء تبقى محبه لقلب مليان بالحب للناس وعايز يدي، فما بيبقاش عنده ليميتس ولا قادر ان هو ايه يحط ليميتس. عشان كده نلاقي السيد المسيح يقول لنا ايه؟ كونوا رحماء كما ان اباكم ايضا ايه رحيم. وطبعا من اجمل قصص الرحمه هي قصه بطرس العابد اللي لما ما كانش بيدي لاي حد حاجه، بعد كده لما فات عليه واحدة ولحت عليه قوي وقعد تخبط على الباب كتير بتاعه، أما راح إيه حدف حتة عيش ناشفة في وشها، وبعد كده نام في اليوم ده هو وشاف كأنه هو إيه حياته انتهت وراح السما. وبعد كده بيتحاسب، الشياطين كلها جاية تشهد عليه وبيقولوا ما عندوش حاجة كويسة أبدا، بس لقوا ملاك صغير جاي وجايب حتة العيش اللي هو عطاه للست ديت، وقال لا الراجل ده عمل خير والخير اللي عمله هو لقمة العيش اللي قدمها ده. فكانت تعتبر نوع من الايه؟ من مادة الدفاع للملائكة عنه. وبعد كده صحي من النوم فبدأ يعني يحس بالخطية بتاعته ويحس ان هو ماشي في طريق مش هيوصل له السما، فراح ووزع كل ماله وبعد كده طلع وترهبن وعاش حياته كراهب بعد كده. وبالتالي يبقى هنا الأجمل حاجة تخلينا نحط قدامنا الموضوع ده باستمرار في العطاء، إن السيد المسيح قال لنا في الدينونة، في يوم الدينونة لما يجي في متى 25 قال حيدين على أساس إيه؟ قال حيدين على أساس انه يقول تعالوا الي مبارك ابي ارث الملك المعد لكم منذ تاسيس العالم. ليه يا ربي؟ لان كنت جوعان فاطعمتموني، كنت عطشان فسقيتموني. كنت ويكمل ربنا الحاجات اللي ممكن يكون فيها عطاء بصور مختلفه. عموما زي ما احنا شايفين عشان نوصل للصلاح احنا محتاجين نقاوه القلب، محتاجين العطاء بكرم وبسخاء، محتاجين ان احنا العطاء يبقى محتاجين العطاء عموما، وبعد كده محتاجين كرم وسخاء في العطاء. وشفنا يعني ازاي الواحد يقدم بسخاء وبكرم في كل العطايا بتاعته. هنكتفي كده، لكن هنكمل في المرة الجاية ايه الحاجات التانية اللي تساعدني عشان نوصل للصلاح ونقدر نقتني الفضيلة أو الثمرة بتاعت الصلاح في حياتي. وكل ما هنقتني الصلاح كل ما هنبقى إيه؟ كل ما هنبقى واخد من ربنا
فعلا علامات او صوره ربنا بتظهر في حياتي، لان زي ما ابويا صالح انا نبقى صالح، وهنا يبقى صوره ربنا الجميله تظهر في كلامي وفي تصرفاتي وفي كل حاجه بنعملها. لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين.